الشرط الثاني الإسلام، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لقول الله تعالى يعني في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يشترط حتى يصح الصوم شروط، أولها النية، يعني لا بد أن ينوي، لا تكفيه النية التي في أول الشهر في أول ليلة من رمضان، لا بد أن ينوي كل ليلة، أن ينوي كل ليلة أنه يصوم غدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا بد كما قلنا أن تكون النية مبيتة من الليل، ما يكفي النية من أثناء النهار، لا بد من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والنية أمرها سهل، محلها القلب، فلا يتلفظ بها المسلم، ما يقول نويت أن أصوم غدا هكذا بلساني، لا، ما يصلح هذا، إنما ينوي في قلبه، ينوي يعني يعزم في قلبه أنه يصوم غدا. الشرط الثاني الإسلام، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لقول الله تعالى يعني في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرط الثالث النقاء من دم الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يصح الصوم منهما، بل يحرم الصوم في حقهما، فتفطران وجوبا، يجب عليهما أن تفطرا في رمضان مدة نزول الدم، ثم بعد ذلك تقضيان هذه الأيام بعد رمضان، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.